ومعانا برضو من أدوات الفوتوشوب أداة الكروب. الأداة مهمة للمصورين، مهمة للتصميم يعني، مهمة للمصمم برضو. فالأداة أنت بتقص بها الأرت بورد أو الصورة الموجودة قدامك في الفوتوشوب. فمثلا أنا عندي الصورة دي جاية مربعة، فأنا ممكن أقصها حسب الحاجة اللي أنا عايزة. ولو ملاحظين إنه بتظهر لنا الخطوط بتاعت قاعدة الأثلاث اللي هي خطين أفقيات وخطين رأسيات، على أساس إنه لو في زول مصور عايز يستخدم قاعدة الأثلاث يستخدمها بطريقة سليمة في القص بتاعه. الأداة مهمة جدا يعني، ممكن برضو تكبر بها العنصر بتاعك أو الأرت بورد. مثلا إذا كانت صغيرة كده أنا ممكن أكبرها، إذا كانت مربعة ممكن أعملها عريضة، ممكن أعملها مستطيلة. بتضيف يعني مقاسات زيادة للصورة بتاعتك أو للأرت بورد عموما. عندنا تاني معانا أداة من أدوات الفوتوشوب المهمة جدا، هي أداة الحقنة أو أداة نسخ اللون. يعني الحقنة هنا مقصود بها حقنة نسخ اللون. فخلينا نشوف مثلا إذا عندي تصميم أو صورة فعايز أنسخ منها درجة بتاعت لون معينة. فلنفترض إنه أنا عايز أنسخ الدرجة دي، فتلقائيا بتكون اتحفظت في الجهاز، الكود بتاع اللون اتحفظ عندي في الفوتوشوب، وأقدر أعمل بها أي حاجة تاني، أكتب بها مثلا أو أرسم بها حاجة قريبة وأغير بها الخلفية وأعمل بأي حاجة تاني. فالكود تلقائيا بيتحفظ عندي.